حكيت قبل على تعرضك محاولة رشوة في أكثر من وسيلة تعليمية، مثلا في آخر خبر قلت عرض عليك 50 مليون. لا، في 70 مليون. في راديو اي اف ام قلت 70 مليون. ما قلتش شكون، وخا ما شكون دليل. اي لا هما هم يسموا يعرفوا روحهم. هما يعرفوا روحهم. وصوروا ماشي يسموه. وديجا دوني كنت تحكي جيت كان على هذه التوريد تقول لي لا مش عارف اقول اذا نقول لك نحكي لك على حاجات عندي دليل. اليوم مش نقول السيد فلان نقول اسلام راه وكذا. وحكايه معناها رشوه. أنا فيها قضاء عادل زهمول قال يا أخي كان فما وقتها 70 مليون تيزي هو مستحيل عادل زهمول يمكن وقتها هو 2013 يتعامل بمليون وزوز والناس تعامل بالملايين عادي كل واحد في تحط نفسك انت شمعنى عادل زهمول يتعامل بمليون وزوز لا هو مثلا هو كان ياخذ مليون وزوز ما قلتش انت قلت انت قلت انا قلت يتعامل بمليون انا اقول مثلا ماش يتعاملوش ب 70 مليون وقت ذاك يمكن هو في باله يتعاملوا بمليون وزوز معناها هو راهو شفتوا انت كلامه حناتي سمعت ورجعت عليه في التلفزه حناتي تقول وين تحط نفسك وين تسيبها نجم تحط روحك تسوى 70 مليون نجم تحط روحك تسوى مليون ونص ولا مليون انت